أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قرر الشيخ رحمه الله هنا أن المكره هو الذي يستولي عليه الكفار ويأمرونه. من صور الإكراه، من صور الإكراه، أو أنه محصور في هذه الصورة، لا، لكن هذه من صور الإكراه. نعم. قرر، يقول: قرر الشيخ رحمه الله هنا أن المكره هو الذي يستولي عليه الكفار ويأمرونه بالشرك، فهل يدخل في الإكراه الدول التي قد يحصل عندها نوع موالاة في الظاهر لدول الكفر خوفا من سلطانها عليهم وعلى شعوبهم؟ ما يسمى هذا موالاة، يعني يسمى معاقدة أو مدارات، يسمى مدارات ما هو موالاة، إلا أن تتقوا منهم تقاتا، فهذا لا يسمى موالاة، وإنما يسمى مدارات وتقية لأجل دفع الشر عن المسلمين. نعم.